طيب القيادات الأهلية تبعت من القيادات الأهلية تبايع المجلس العسكري. علمنا أيضا أن هناك نظار ومشايخ وسلاطين بالخرطوم أبدوا تعاطفهم أو أبدوا تفاؤلا أو تفويضا لما يدور. يعني كيف تعلق على هذه النقطة؟ المجلس العسكري الآن هو يحشد الشعب إلى جانبه. والسؤال هنا لك بصفتك سياسيا وليس قانونيا أستاذ عباس. المجلس العسكري ما ده يبقى الرئيس وخلاص. يعني المجلس العسكري بالطريقة اللي بيعمل فيها دي عايز يوصلنا لمرحلة إنه الناس تاني تمارس حقوق المدنية في 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 التضعيف الثوري السلمي بالمواكب بالندوات يعني المجلس العسكري حيصير ان احنا دايرين نمرق البلد من النفق المظلم اللي هي موجوده فوق ان احنا نجي نمرق البلد والمجلس العسكري بانه يشكل حكومه كفاءات ما بعرف عين وزراء ده 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 ده, ده كلام حيدخلنا في انه عندنا الحق المكفول وفقا للوثيقة العالمية لحقوق الإنسان بممارسة الحق السياسي السلمي الديمقراطي الثوري السلمي